أصبح التدريب عن بعد أحد السمات العصرية، ومركز سما القدرات يقدم لكم هذه التدريبات بشكل احترافي، وسيكون معنا في دورتنا هذه تعريف بالأمن السبراني، والدورة هذه ستقدم بشكل احترافي، تعطي ثقافة للمتدرب وتحصنه باستخدام التطبيقات المناسبة. والأمن السبراني هو يتحدث في صلب موضوع الهندسة الاجتماعية، ولعل المحتوى الذي سيتداوله سيعطي فكرة كافية للمتدرب عن هذا الأمر من خلال 5 أيام ب20 ساعة، وسيكون المتدرب قادرا على استخدام هذه التطبيقات وهذه الدورة من خلال تطبيقات القاعات الافتراضية، والأنشطة ستقدم عن طريق الكلاس بوينت، وبالتالي سيكتسب المتدرب مهارة الممارسة بشكل فاعل وبشكل احترافي، وستتنوع هذه الأنشطة باختلاف الأدوات التي ستستخدم، فمنها الأدوات ذات القاعة الافتراضية أو خارجها. وسنتحدث في الأمن السبراني عن 3 أمور أساسية، اللي هو الأمن والضرر والأمان. ولعلنا خلال الأمن سنتعرف على أنواع المعلومات التي ستكون، إما معلومات تقليدية كالمتعارف عليها، أو معلومات عبر الوسائط المتعددة. وسنتعرف إن المعلومات عندما تكون بشكلها الرقمي وتصبح على الإنترنت، يكون هذا هو اختصاص الأمن السبراني، ولهذا خصصت الهيئة الوطنية للأمن السبراني ضوابط لهذا الأمر. أيضا سنتحدث في الضرر، عن ماذا سيصيبنا إذا تم تجاهل الأمن السبراني، وسنتعرف على أن البشر هم سر وسبب هذا الاختراق عبر موضوع اسمه الهندسة الاجتماعية، والتي تستهدف المواطن أو المقيم أو أي شخص يستخدم الإنترنت. أيضا سنتعرف عالميا مدى خطورة هذا الأمر والهجمات التي تقدم يعني ومن أي الدول. أيضا سنتعرف على الأمان، كيف نحمي أنفسنا خلال ثقافتنا حول الأمن السبراني في أمور تخص قبل الإصابة أو أيضا بعد الإصابة. وستكون دورة ماتعة سنتعرف فيها على التشفير وأساسياته، أيضا كيف أصيغ كلمة سر تكون سهلة وأيضا تكون كما يقولون لا تنسى وسهلة ومعقدة وقياسية ومعتمدة وشخصية. أيضا سنختبرها وسنجد مدى قوتها، وأيضا سنقدم اختبارات متنوعة لقياس ثقافتك في الأمن السبراني. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.